تربي غلبدير تحية نضالية أزول. السلام عليكم. مهم تحية غيثما إسما سواء يتواجد من كوروبا ندي الريف النغ الحبيب نزدكم صواد من جديد. ربما جوز قسينو خيث مداني تتواجد نخ المباشر الصوت ما يتقد مليح ودرس قسينو يمجوع علائيين مادام انه الصوت مليح نتمنى ان شاء الله كذلك اغيوض الصوت النغ ازول تومات خالد ازول اهتمام مرة هذا نغي الدفارة عبر المباشر اللايب تقنية اللايب اللان توديج النعمة ونتمنى ان شاء الله تقيم ذي النعمة بالنسبة غي الحراك النغ المبارك وكذلك تيلي ديج النعمة مرة الإنسانية بالإعلام الحر ذي دون نشتكمل مجددا تحيي غيثما ذي اسما ذان غيد دفارا وانتفر شاخ خ الموضوع ذو منوس بالهم النغ ذو القضية النغ ذي ايثما ثنغ المختطفين ذي السجون الحراك المبارك ذي ايثما ثنغ المعتقلين وإن كان انه قاخت لبدا النضال واللي شادي الفياس واللي شادي اللايف النضال ديال الميدان ولكن وللاسف الشديد ان نغادر ثم وثنا ولكن هذا لا يعني انه نشينا تعرف النغ انتو يايث مثنا ولبدا قن الشياس نسو منوس لبدا نتمنى ان شاء الله نكثف الجهود ذا تزمار نغ ما حند انضغط خ النظام العلوي خ العصابة ذا المافيا الحاكمة ما حند اذار خوني يثما ثنا وخاصة ان الظرفية يجن الظرفية نتعيشت ذي شمال افريقيا بصفة عامة مناسبة ما حند انضغط كتار واكثر وخاصة أن المغرب حتى يعرف يعني حركات احتجاجية خاصة في الأساتذة المتدربين ونقار شيء ثم أثنغ ذا يعرف الثون بقدر ما نتمنى إن شاء الله هاي ثم أثنغ ذا بقوروبا هذا بدل مجهودات مغارنت محند إن شاء الله أنضغط أكثر فأكثر هذه لي مسيرات بعيدا خد تخوينات بعيدا خ المرض الا ديما نتعالجيه ديما نتهارد خاس حتى انه نحل خاس نهارد سائمنا انه نكرر لكل امور نتهارد خد تخوين نتهارد خيث ما تنغس نقار بعد ميت تخوين بعد ميتين بعد ميتين لان منايا يزغان وسير نهار تقريج اللايف ما حندا تقريج التوضيح ييثما وربما ليس انه موضوع شخصنة يعني شخصي بقدر ما تغى غيرج التدوينة الا تلقي غيرج المجموعة نيث ماثنا يعني ما حند غيرج التوضيح ولا بد زيس تغى غيرج التدوينة دي صفحينو خيج الشخص تغى كل حراك المبارك تغى نسنيث الحركة الثقافية الامازيغية توان سنيث ذي جن يجي المدون لبدا قي تاريخ الحركة الثقافية البيانات يتشارك وكيم زياني بالضبط ما حمد ذي اني لي واضحين لان لبدا تعجب عن الوضوح هذا الصراحة لان الطاس الحوايج نتغدى خاسنت ولكن قيغ تدوينة نتلقى الطاس يعني ونيني شاد اللوم وانما فعلا ليس وقتها ولكن يعني توا توسد مناسبة انه الشخص نتا غمش تسنمي توا يقا يجن مجموعة الاتفاقات كالتصن وداني التصل زيسن ما حند خاصني ينصب في المقابل
اختفى شي فيسبوك مباشرة بعد الاعتقال نتو ما تناصير ذيك ما ثنو يعتقلنا وارني ناصير وارني ناصير. بالفعل السيدان نتاي اختفى وفي نفس الوقت توغا نشي وذاني لان اني نير ماشي الضحايا وانما توغا زيد تصل السيدان نتا ما عندك ذي ملقى تو يعاد دي قارية تو يدي النظر سيدا قيد التليفون ما حدا دقا توضيح هذه يعني وخاس نارني والو يعني الحقيقة فقط ثم نعرج لي يعني للصول بني الموضوع عاد نفغى نقى إن شاء الله. السيدة نتي يتصل زي عبر الهاتف في إني يخصش زراخ ساق حواجخ شطاس تين أتصل إني قحواجخش ناس ملا غش ما ثيني دي تليفون إني الحواجات حواجوات حواجين مو التليفون ما حدا دي سن أثنيني ضروري خصان غيج نتغيميث ذاني تي يسيد شوية الشك لأن مباشرة ما غير روح غنش روح غير فيسبوك نس وفعلا في فيسبوك نس يخوا وفي السين تو السن ذي قبل الحراك ذي أثناء الحراك واللي شاد السيدني كان غيت هاردن الخو وفعلا مباشرة تصل غستومة محمد عبد الرزاق إلا ذي جن رجل تيقى بدا دكوا الغارس ذي أي مشكلة توقيعية لان تو ديج الاخ ديج السنه دينو دي 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 الفتره تعرف خص قبل الحراك تو نخدم شويه جميع وارن دي الحراك كذلك تو ديج المرجع غارنا صراحه دي الاقليم من الناظور ودي الريف عامه وفو غني خد تعريف هارد كيس ناس قشق السيده نتاها ما مشى قش من دقه يعني ميد شي قار ناس ودي السيده نتا القريه غنقيس المشروع عن قامو غيخصي شويه تنتميات عن كتين تنتين ناس ولكن في المقابل السيده نتا يختفى شي فيسبوك ويقيم شا يتهارد خل المعتقلين ويقيم شا يتهارد خل الحراك الور يعني السيده شو كيس تملقي شا ولكن بعد الحاح ثم محمد عبد الرزاق قاري لا ضروري خصنا السن السيده نتا منت الهدف الناس مي خير وزو يخصي شاد السن بان السيده نتا ربما قالي مسخرني يخصي ضروري كيستم القيد وبعد الحاح سي عبد الرزاق الطاس فعلا قيسام القيد جيج دي النظر الجديد جيج المقهى روح غارس غريجو 20 قيم ديال القهوه السلام السلام. المهم نبدا ديال الحديث ان السيده اللي تاقا انا شخص غا زعما تبدلت الحياه نشد كمالة تقد يعني 8 هذاك التين عاشين كذا يخصي شي الله تبي كي شي مبلغ بسيط وري تجوز بو 30000 درهم 3 مليون 2 مليون دوزيان قلنا قاري قريما ومتزمر مليون دوزيان ثنايين ونشد يعني فاتين يعني من تو الهدف نشد وتصنع السيدة نتا ميم اختفى سي فيسبوك ميم وريت عارض خل الحراك بأن أمنو سينو تو يمقرا نمنو سنو ماشي نشوها مرة أي حر أي ريفي حر أمنو سنو سوا ذا الحراك المبارك الناس ولكن في المقابل شمال لقيت كيش مشروع روح كيش غاشا انت مدين تنظني فوت نوح غار رباط نوح غار مراكش خنشي نغانغ الحراك غانغ يتمث نظي الحباس قمنا يا خيانة وإن كان أنه قارد منايا خطيه سي الحراك منايا إني في المقابل يخصي الشك تفكر دي ثاور نوش تفكر دي المستقبل نش نشي نبقى نقال مجهود الحراك صافي الحراك قا ينتهى الخو قد الدولة غاشنو في الوقت نس مغاثق والدولة توالي غثقا غا سيوا كيم يعني تقال لها ردو مقارض نيغاس يثما ثما قاين دي الحبس مرة ما أحوجهم إلينا ذي اللحظات ذي اللحظات نيتو غادي انتهى الرد علائيين في السيدة نتا المهم ويرد سنيك شغد كافي كرا وسيد غارثة ومات عبد الرزاق ناس السيدة شخ مدي قاري قارية بعد دي الحراك وفي نفس الوقت شاكة كذي هدف دي المشروع تقد 8 تقد 22 وتوغى يعني فعلا السيدة نتا يترجى دي السوق شخ الحراك بطريقة أو بأخرى وفي نفس الوقت يا ربما توغى مجموعة يثمثنا بعد التدوينة اكدني بانه نفس الهارد كيسني استعمل مره انه تو يتروجو ما حد خاصني ينصب خاصني يحتل يعني بشركه وهميه انه يسبين اسم يعني الربح السريع وتو يقارج الهارد مره بنفس الكلام يعني تو بحالج الاسطوانه يتعوذ شي قرص كيخضرش ما بين مجموعه نحرم من لان شفت ولي غادي الصدق ذو الهاردين وفعلا وفي نفس الهاردين في مجموعه نودان. المهم السيدة نتا تجاوزي التاريخ ونقار بان جل الحراك حراك مبارك
ومقدس وفعلا يعني صافي توفضح وذات والتبريد خصها شي وضيه يثما خمي لا غنغج الدليل بحال وانيتا وني لي نشي صادقين اك نفس قبل كي ودان النظني هذا يجوز يجوز انه ان كانت كيفما كانت المرحله يعني ماشي تشهير به فقط وانما فضحه يعني ومحد لي عبره لمن يعتبر محد السنن اي واحد يترجو غادي يسترزق على ظهر الحراك اي واحد يخسر يخون القضيه فما قاله يعني مسوس قارن مزبله التاريخ فان قريه في مطنقش نجن غان خاص الدليل وغان ان شاء الله مازال عاد نخصص حلقه في مجموعه الخونه وان كانت الظرفيه وتسمح شو ولكن ضروري ضروري لان مجموعه نوداني دعان النضال وان تخسن هارد شا وان تخسن ان هارد التسخسن لان وان خسبون مزق الممزق نشتت المشتت يكفي ما ينتعيش الخوذي الحراك خاصة ذا بوروبا يعني التقسيم التخوينات يجن درجة انه اصبح يعني المعركة اصبحت بين الريفيين بدل ما حدثت لي معركة ريفية اكن المافيا العلوية فعلا ثم تسيمو اكعوشي اكن مانا يلن تذي لهار دانيتيت وغادي نغ ياسين شري ياسين شريف في سي الحسيمة اكن نفس الهار اذ مجموعة حرما ثم محمد قباع قناة وكيم زياني تو معروف لبداية صدر البيانات سي يعني ينشر البيانات يتبارتاجي الحركة الثقافية الأمازيغية وهذا ماشي يعني تنقيص أو اتهام للحركة رغم أن نقالب ده بأن داخل الحركة موجود انتهازيين موجود استرزاقيين توان سنيثن توان تفرنا كينار توان دي الساحل توقعين معروفين صحاب سيليفيا صحاب تصاور صحاب سنيثن جني جن توان دين مخبرين قاين دي الحركه قاين دي النهج قاين دي اليسار قاين قعد ليين قاين دي لجميع التنظيمات دي الجمهوريين دي كل شيء واستثني لديجن يعني اي حركه اي تنظيم اي محند يعني وانت تشبو الفرصه يحد النظني ما حند هذه فرصه امشي نثوم خميس ما حند دي هو اخ الحركه الثقافيه الامازيغيه نشهد انها فيها رجال فيها يوذان خدمان القضية خدمان تمازيغ خدمان الريف ضحان توين دي الصفوف الأولى ذي الحراك وكذلك توا ديني غي جمهوريين توا ديني يساريين توا ديني لبدان قاروان تعممشا ربما سأكتفي بهذا القدر شخصانيتا لأنه لا يستحق وفعلا بذي واخذ جوي بخشار غما ثم تعذر زاقت كان يلح كثيرا لأن يجل إنسان كان دائما يحب يتخسد لي حجة غدي لي دليل قاطع ما حد يعني غدي لي خاس بجن دليل ما حد أدي لي غرس المصداقية غل هارد غن سيوض الرأي العام الريفي خاصة لان تواجه الشخص مش قارغ توتسن في مارس تدوينه في الناس الا ندير فيسبوك وحاليا وغاش ايش التدوينه دي فيسبوك الا تصوير في النص وربما قثك يوداني البام كورسيم الحركه اللي قد ودي الحركه اللي قادرون قادمون ولا مهم الله اعلم مهم الشمين دي يعني مين قارا يعني اشهد الله عز وجل انه وخسارني ايش الحرف لا والثاء تبرت السك وضغيث ما تاكلت لي المره الثانيه ما حند نتوا الموضوع انه يجب هذه للإنسان غاس دليل هذه للإنسان صادق هذا ربما هذه خون الشخص هذه خون الخائن ذي المسترزق شيء مآسي ذي المعاناة المعتقلين العائلة في إنسان الريف النار بصفة عامة ثاني حاجة ربما حتى هي مهمة جدا لحظة مؤخرا يعني شخص أو شخصين يعني ربما يهارد خيج القضية أن اللجوء بالنسبة للتصن يثمثنا كينا بريد كيغلا نش مؤخرا وثفن قين اللجوء يعني ذي مليلت وداني تي تنبه السي داني تا ودوسي غشاد نصبغيخ فينو دفاع عن الأشخاص لأن كل الجن نسنيث الساحة
ذي الناظور نسني تعمر شي شلهبية، سواء ذي جمعويين ذي صحفيين ذي حقوقيين ذي نقابيين، نسن المجتمع المدني ذي الإقليم الناظور لا يخفى على أحد، وردي وش الحاشث الجديد وارتعم المخشى. كذلك يوجد الشرفاء قال غيث ما يروحنا ذي قن اللجوء، فإن إني يروحنا ذي قن اللجوء معروفين سنيت نجل لبعض وين كانوا ذي الساحف إن ظني نشو خاص نتهار دغشا وردي حد لأنه ورسبب ويخفين والدفاع، ولكن هذا لا يعني أنه محندث نهاجم يوميا سي تدوينة ورني تدوينة ورني تدوينة، لأن فغان أبو إلا يعني غاد محدث فونتا مورث ذو رزون خ عيش كريم خاد أفضل، ربما ذريعة الحراك صور وجنبو تصور تصور محدث راح نوطرحا، يبقى أنه لن يثني مضطهدين لن يثني تعيشني جل واقع مور ذي الريف. وما الفرق وني كن يتغربوت وني كن لجوء يعني كمليلات حتى معاناة ذي الشيتين نظريت انت يعني شخصيا 9 شهور دي مليلت ديني نزرى ديني معاناة تنقرانين يعني ربما يعجز الإنسان عن وصفها، يعني غيث ما تنغي يتوجد نخو دي اللجوء ديني غير راحة ديني سنيكين سنن لهاردو ذا سنقارة تو ديني معاناة تنقراني سواء على المستوى التغذية يعني ذي المبيت بصفة عامة، يعني ديني غيجن ظروف لا إنسانية بتاتا، يعني خميغة في أول حاجة تسارس الكرم ما نش غرف ورثني ومقام الكنترول تسارس ديني، لأن حتى القزم غرم ذا شغوكش ديني ما حدا تسارس غيث ما دي الصورة بالنسبة غي ودان اللاجئين. ربما نش نختموا دي الإدارة غارسن بأن السجن ننظر ارحم شي سيتي مليلت ما يمي، لان ما حدا تعرف القزم غرمة 2 ساعات تقفيله ما حدا شوف شنو مرسوم غروم ربما مليت خويتي مش ونيتا وقت تنشا ذا ما حدا تنبيه يوذاناني تيت هارد اللاجئين انيتا. ربما نحترم جميع الآراء، مشيت ولا نثني بأنه ربما يشين يعني الحراك يعني كذريعة ما حندد راح هذا قن اللجوء أزيز طالب اللجوء، ولكن قرغاس نش ربما ظروف إنسان نتنقي السنن يعني الواقع نتعيش ذي الريف كتاب، ولكن ليس كمثل الذي يسترزق يعني في معاناة الساكنة أمش نسنش لهبيين النظور منعم شوقي غم حاشا مزعار بسعيد شرامتي غم مجموعة إيش لهبيين نسنيثن ذي النظور ذي التلاميذ نسن ذي وذن نثني تسخرن ويخسر السن الرأي العام النظور خاصة أنه أي مبادرة غيتيلين ذي النظور أي مبادرة غيلين ذي النظور وأقسم لكم بالله العلي العظيم وليس رجما بالغيب بأنه يتيلي وارناس يتيلي ذي المهندس الوقفات المهندس الابتزازات يتيلي ذي منعم شوقي حتى قضيا جمع التبرعات بما يسمى أنبناء مستشفى السرطان ذي يد منعم شوقي، لأن نتا وريز مرشا غادي الواجهة هذه نجل لانه غادي يتقي حد، لان ديش شخص منبوذ دي نجل نصاب لان الانسان معروف ذي الاقليم وذي الريف عامة غير ريفيين مرة سني للشخص يزدي حارب الحراك سني المنعم شوقي لا يسد يحارب انت غي تجين الاقليم تصل المجالات يساهم ذي سن ذي تدهور الاقليم يكمل سواء ذي الصحفيين ذي الثقافيين ذي الرياضيين منعم شوقي ومن لا يعرفوه خصني اي مبادره نجمع يعني التبرعات مازال تحضر غير ثمثنا وارتشي تشم فرانك لا غودي لي واضح وثي تسجلت التاريخ انني لست ضد مستشفى السرطان، لان مستشفى السرطان يجي المستشفى يجي المشروع يحتاج امشني غير اراده المافيا العلويه ما خصتك يتحوج ثامورث توديني تجي القناه حمزه ابو حماره لنتين الناس هذو مكش ثامورث هذو مكش شنو السيداني تمليح تعمل كيساني وذا ناخذ مكيسن ذي الحركه اني متطوعون من اجل كذا.
وذن واش بوث واش بوث مورث غيكون الشنطه اصلا، وشنو من يخدموني شنو العلاقه الناس اللي سواء اكل المخابرات ني غاك المخزن ني غاك كل شيء غي وذن يعني تنسنيثن واش بوث مورث غيوش. المستشفى السرطان يتحوج يجي الميزانيه الطمقران، يتحوج تامور، يتحوج الدراسات، يتحوج معدات، يتحوج 8 في الطاس. الور ذا الدوله ما خصها تقاتك، وخصو الدوله وخصو تقل مستشفى السرطان ديال الريف، وخصو تقل الجامعه ديال الريف، وخصو تقل التنميه اثماثنا. النظام المافيا الحاكمه تنتقم شي الريف، تنتقم الزينه، تنتقم سي شريفين بصفه عامه. تتمارس خاصن التهجير، امشن تعيش لخوني تاذاني تي مهجرين، تعاش يعني تمارس خان التفقير يعني تفقر المنطقه واش تسميح. المهم استسمع عليا قارغوم ايثما ما الذي شان فرانك واتشي واتشي هي مجيجن فرانك، لان المبادره اني اورنس منعم شوقي المبادره اني وماشي واث نجحش، لان اصلا واث اللي شا يوذن يقدروا تزون اظن صبن خيوذان ربما تسخرني لبعض يوذان يتنهزان على المستوى الاقليم على المستوى المركز النظور. ولكن اثنا قلتي لي ندير الخفاء ونش مازال عاد عقله تغيدي الحركه تويك مجموعه يوذان وفيغ بانه يوذانات بتزان يعني يجمر الهلال الاحمر يجمر السبيطار الحسني يجمر مارتشيكا يجمر جتو احمد بن ادمي هو سي قاريه يجدي تزل الحماس اللي غار بزاف يتويد ربي العالمين قراس قيودنا نتبلع وني وحمد عن تحان تنتزل غار بزاف المصلحه عامه المصلحه الاقليم ونزكي بو يخفنو، ولكن توت الغير ايضا غير يتحرك نوها، ولكن نوفى انه ذني امور يعني وثنت أزمير وثنت توالي غنش توالي مجموعة ديني مافيا مافيا دي قيت يعني غاقي ضغط زينة تقنا نضي فوهة بوركان دي المدفع ما حندني ثني غاد ضغطانا دي صفقات وارني خو عروارنا وارت عمم مغشال بدا مرة، ولكن ثاد الحقيقة وما زلت أتذكر يعني وللتاريخ أنه جنار نحن إيش الوقفة انني يوشي نغاري لا غاني يتشين وذان قاي شي مهلاش يتراس نوضبي ب 8 كذا غنتي الزال ملف عقل مغل نتصفيه، وفعلا زري غير بعدي مهلاش روح قيم غا كيسن انا شو دي قت قاي ضبيب نيكسي الدواء يتعوذاش مهم المتجاره ذي الدواء كذا، وفعلا نوح نشينا نضغط وشين الطرف النظني سفهمني انني يشوف سي احمد قي وذانا نيتا قام سخرين سي فلان اسمو نعيم شوقي وذا قي طبيب بني مولد قي طبيب الصباح كذا. المهم قي طبيب خصني تروح غير الحبس وبيا خلاصة القول. وفعلا ذي نهار ذي خصني نقل وقفة بدون دخول ذي ادق التفاصيل ذي خصني نقل وقفة غير المستشفى الحسني بالضبط وقراو ثاني التاريخ نيت الحق دمو نعيم شوقي دي الطوموبيل يكسيتي حمزة بوحمارة شتو يكي مجموعة جمعويين بين قوسين غار سبيتار ما حنا نقل وقفة يكسيتي غار زاث حمزة يونيتي دي داسية تبع شنتي يويتي غار نغل وقفة نتزريخ وشك صويخ صويخ خاص ني غاش من لوار يو يو ار ونيتي نشقط في الحق ذانيتا ايش تي اثنين اما ذي يو يو ار نتا اما ذي يو ار نش مامش دغان بان نشين ديال اك منعم شوقي تكيس الوقفات بالله عليكم ودي نيسنا بانه ديال نيش الحوايج شيخ انت كنش كذا غيور وها عزكم الله بنادم يقور غار زيت وها وفعلا وصنغي لان تدى الرأس المدبر الوقف البيان اثني توادي طفغان الابتزاز اثني توان تق يعني غي مسؤومي في المؤسسات سواء الهلال الاحمر ومش دوم نيغي مارتشيكا غي فينا مو ونش غير بزاف وعصين غمين ديني، ولكن الحمد لله يعني الحق يعلى ولا يعلى عليه الحق لبدا يتباند. وربما حتى لهذه القضية أكتفي ودستيت شغبو يتص الأهمية، ولكن قرا حذاري توصي غيث مثل الجالية ذا جروبا توصي غيث مثل ديني ذا الريف تصيغ بانه فقط جمع التبرعات ما هي الا يعني توهيم وتنويم
وذيني أشخاص عوذا كذلك ما حند أضرف عن الأسهم من سن نينا ذي البورصة الانتخابات لأن مقبلين خلي انتخابات قوارنتيد ما حند قنشين غانغي وذاني وذين غاسم ويوذان وكذلك ما حند دسن ديناصورات غانغي لند الإقليم مش تسنم أبعشان حلي شعر حموني طيبي البكاي مهم سنف مرة قد غير التوشن يجن ذا سينين قاقاي قتك شن يجن قاي تسترخاس مهم المنصوري ستاف ديناصورة الإقليم يجمعوا ينو إلا ندي النظور يعني قيم تحت الطلب وغير كشناك التسكي صراحة ونسنيثن أينما مال المال تميلانا كيدس وهذه هي الحقيقة يعني وما راش سننت في ودان سننت في ودان خاصة إلا يتعيش عند المركز من النظور يسنن الحقيقة الحقيقة من ودانو فحذاري شنو وهم ذي فيسبوك 20 تعليق لان من لا تروحهم اتخممين خاصني تعلق نفس الاشخاص يتعلقن لبدا تقريبا الا ان ذي البعض يوذان استسمع عاليا انه وصن قربوا اغبياء لان حاشا ولله ولكن يوذان مساكين يعني مش طوالي غنش يعني ذي واللي بذنيت وانما قرص يخسد فهم ما تفاقم اتفاقم على الاقل ملوات تسينبو الراس المدبر لشل المبادره وتسينبو ما يديني بلا ما تشجع مغ الفساد بلا ما تشجع مغ غار, غار غار بيع الوهم الساكنه من النظور لان المستشفى السرطاني المستشفى نغوم يتحوج ميزانيه يتحوج ارضيه يتحوج دراسه يتحوج معدات يتحوج إرادة إرادة المافيا العلوية ما لخستك وانت ثوات خسوتك سبيطار لأن السرطان انت ديج الجزء ديج الآلية نزيت مقيري فيا لأن فعلا السرطان البحر إذا غي تتنشي لبدا إذا انت متندي قوارب الموت من يقي من قي هاجر من يقي من يقي السرطان ذي ثندينت ذي عرفنا بصفة عامة ما تشا المبادرة بحال مانا يانيتا تو نتمنى تيلي على المستشفى على المستوى المستشفى الحسني وتيلي سي وذان إلا أكفى وذان إلا ثقة وذان يخدمن وذان غيلا تمنيات واللي بوحوجن ما حنا دبلو بيت شار نسيت مازيخ ذكا المستشفى الحسني واريس حتى يوضو يزكواغ واريس حتى في السين في ملاخ اضبي ملاخ تخيض عباد الله حتى ويز مسس قناة التويد فيروسي برا قاضي نهارا غنقل المستشفى من السرطان روح زارقيش ندور على المستشفى الحسني اتفديش مضبيب ديني الاقليم يكمل واصي شحال من الناس ما اتفذ الراديو يخدم السكانير وري يخدم وري يخدم ولا تسد الشك اتقد المستشفى السرطان دي سي فيسبوك اتقريش انت اتقريش الصفحه اتقريخين اتقريخين نش مازالت اكاد خاص مع كامل الاحترام الصدقة نجاران الأخوة نجاران مرة كيف مثلا قارغ بأنه ولكن لبدا قارغ الريف فوق كل شيء أمجدو سيغنارا فضح الخائن بين قوسين اسم وكيم زياني وبالدليل وبالدليل وغاري ثومات عبد الرزاق ومارة سنمث أنه يحضاري كل شيء وسيغ نهارا قارغ ييث معوذا وارتعي وارتشن فرانك المستشفى السرطان لأن السرطان الحقيقي السرطان الذي ينخر الجسم النظري هو السرطان التشلهيب السرطان الاسترزاق السرطان أمقرن ذي منعم شوقي ذي التلاميذ الناس ذي البلطجية الناس سواء ذي الإعلام سواء ذي الفن سواء ذي حتى ذي الرياضة قيود غاس قد ديني من يماغث فيهم أذيني ثف منعم شوقي ديج الفيروس الفيروس ينخر الجسم النظري نقرسا وربما سأكتفي بهذا القدر للتطرق لمسألة المستشفى السرطان حذاري غتوش مشان فرانك ديني واني غو ما يوذاناني توار زمارني يوذاني غد قناة قناة بومبية أتشعني ارتفاوين قديني أحياء وغسن تحت ارتفاوين دي النظور ديني أحياء ثحوج إلى بريد ديني أحديني المستشفى مش نغ الحسنية وارديس لا الراديو وارديس لا السكانير وارديس لا المعدات وادي سجل الحشد لا ما يضبي مهروش ما لا يلحق يخصها دي خطصي حسا دي صاصي برا دي دو أدرا غار مفيد ما لا يعرز هذا مهم أسم صار دينا فوا ديني ولو ظلم الزارة
ذاني تا ما لخصني وذانا فعلا قنشا اذق ماشي وذانا يقارم الذي نحدي خصني قش المبادره لاننا وانت قبوك شو جيت جراف وانما نقار الحقيقه نقار بانه مستشفى السرطان هو مطلب الحراك انتو نتمنى اذي استجب المافيا يستجب النظام ولكن وللأسف الشديد مازال يتعنت مازال ينتقم مازال يقتل مازال يهجر مازال يختطف مش زريم مؤخرا وثلاث تابرات يسقوا تحت النظام لانه يتضفر كل صغيره وكبيره يتوقع عند الحراك سواء جروبا ندير الريف ندير تدوينه في حراكين ضفاري في المره ويكفي ثلاث سنوات وشيتي حمزه يعني مؤخرا ندير الحسيمه فهذا يبين ان الملف مازال يعني ابري اني يعني نذير العاد وردي نبوش الافراج ثنتوالا الا ما لا يسد بقدره القادر الا ما لا يسد الله عز وجل لان يوذانا نتا وضغار من شاء يوذانا نتا واسن بو قول نسن رحمة واسن بو شن ضمير واسن بو شن وازع ديني ما حندثني حرك ما حندثني سنتظر يعني شل الخير و ربما ثبرة قفي وضي يكثم مرة ذي الإقليم أن النظور قضية المستشفى السرطان إلا ذي المطلب آني تغى نتمنى غذي لذي الإقليم النار لأنه يوميا نزار العشرات ريفيين تمتان ذي ثذرين نسان تمتان حتى مؤخرا زريم حادثة تساير أن تروح تلقى مسكينة تقضي سرطان دي وجدة تروح أكو ماس مذوت ماس ومن بعد كل شيء يموت ذي حتى يبريد نوالو سبيطارات والو وعن غيج الحش الذي يعرف النغ الجريح الريف الحبيب الريف الشامخ ومع ذلك نقار الصمود نقار أنه مازال إن شاء الله النصر قريب قريب جدا إن شاء الله بقدرة القادر وربما أكتفي بهذا القدر الحديث خل المستشفى السرطان ونعرج خل قضية الحراك المبارك خل الحراك المقدس خيث مثنغ المختطفين المعتقلين الكثير سالة كثير من الحبر خل قضية الرسائل دي تفغن سي سجن أو سي خاصة سي عكاشة تفنتي ضد تصن تبراثين السنية ربما عمرون خسن مشا رأينا رغم أن غان الرأي نحتفظ به نتحتفظ سي رأينا لأن مش نتوالا مين تعيش ذي الحراك خاصة ذا قروبا مش تعيش ذي في مضنا يعني الطاس التخوينات الطاس التقسيمات الطاس التأويلات الطاس القراءات كل الجن مشي تقل قراءة الرسائل دي تفغن ولكن المؤكد المؤكد انه النظام المغرب ما يخصيش نوات السنم ثات تنقيد خسار كزوها وعمر سنشكك قايث ما ثنغ يتواجد عندي السجون ولكن في نفس الوقت نقار بان يوذني بانهم قصير اليد وغار سنشقف سنسن اي ثما ثنغ يتعيشن دي الحبس قين مسلوبين الإرادة رغم العزيمة نسن رغم الصمود نسن رغم يعني الشموخ نسن لا نشنو ذا سنزمرشا صراحة ولكن نقر في نفس الوقت بأنه النظام المغربي المخابرات الناس ذي الإمكانيات غارس ما حند ذي احتوى هذي حاول يعني هذي ينغ الحراك سواء ذي عكاشة غار داخل نذا قروبا نذا الريف بصفة عامة نقر أنه غارس الإمكانية مغرنت يعني لا يمكن أسمت في أي رسالة إلا ونقر شاف يعني خميغاني قد خدم المصلحة النص هذا لا يعني أنه نخون أي ثماثنغ لا بالعكس نقر أي ثماثنغ أقاين يعني غار مصدر ثقة ونتحبث ونقرسنه نثني تاج فوق الرؤوسنا ولكن القراءة البسيطة العبد الضعيف قر أنه النظام لا يسمح ما حند أتفغش الحاشد السجن أدر أدر أنت
أي خروج لأي رسالة، رسالة ربما سيسمح لها للخروج إذا كانت فقط بين قوسين، يعني تخدم لمصالح الناس وفي نفس الوقت يعني أتنغ أو أتوث ذي الحراك نغة تستضعف الحراك. وهذا ربما يحتاج إلى تأويلات قراءات خميت فونت الرسائل وذات مني غيث مثنى أنه أحاول أتجنب، لأن لا يعقل من تعانى غيث مثنى المعتقلين دي السجون من تعانى العائلة ثنسن ذي حتى ذي السجن بقران، وكذلك إضافة لمعاناة التنقل سي الحسيمة سي مجوران سي بوكيدان سي تماشين اس مجموع المواقع صغار غيث مثنى حتى سي نظور معتقلين غار غيث مثنى ذي سي جميع اقاليم الريف البلدات المدن الريف تعانى المشكل التنقل تعانى والله العظيم الى ربما يجند ساعة مثنين اصادف تدوينة ان اخت معتقل ربما لها صداقة يعني مع صديق يعني صديق في الصفحة ثم سمى حرفيا أنه الزنزن جهاز من التلفاز ما حدد قن سيارة غير المعتقل إلا محكوم سي 3 سنين. ويتساءل نفس صاحب التدوينة الناس مش تقن الخوض زورا سيذني، والله العظيم يعني الإنسان وانزم عشان وخصف يعني ربما من يكمل القراءة يتدويناني وإن كانت تمزيان توها ولكن غارس أبعاد غارس الحقيقة 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 لمعاناة المعتقلين العائلة ثنسن أكثر فأكثر ونيلاندي الحبس نشين قارس قي هنا وإن كان بين قوسين وريهنيشا ولكن من يتغيما ومنو سمقرا يتغيما ذي العائلات يتغيما ذي الأب يتغيما ذي الأم لدرجة أنه الناس حرفيا نزنز التلفازة جهازنا التلفازة ما حن أنك زيارة يوماثنا بالله عليكم بنادم هذه الزنز التلفازة ما حن هذه الزنز التلفازة ما حن هذه زيارة سي الريف سي الحسيمة غار الضل البيضاء ما حن هذه زورو ماس ومش حات غيقدم التلفازة غيزنز إنسان خميتي اللي دخل محدود إنسان لأن أغلب المعتقلين إلا نوثن تويليشا أغلب المعتقلين ومور نكشي بويطس وثن السينشا أغلب المعتقلين وخن تهرشا العائلة ثنسن فقيرات عائلة ثنسن يعانون وغارسن شا ميزي غزوار ديني العائلة حتى غارسن يعني غي اثنين ومثن دي الحبس لأن صراحة توقار في البداية دي التدوينات ملف عقلم توقار دي الحسيمة خميغ جلد توقار بأن المحكمة الحسيمة جلد تسلخ فنين ضال بدا المسرحية قد استأناف البداية دي الحسيمة 3 سنين 5 سنين 8 سنين 3 سنين 6 سنين 5 سنين 2 سنين الذي جن واثني السنين الذي جن إلا الله عز وجل ذي العائلة 2 سنين لبعض الجيران إذا سندي دوار وكيش ندي من حد وريدك حد تصور سن وخاصني تهرد حد رغم انه هني نيض لاباز نيض الاساس تغيلان دي الحراك ما حندو نبخش المجهودات نسن ونقاري ثم نغي نظني ثومة ناصير ثومة جلول جميل نبيد المجاوي مارة الشاكير انس كل جنس يسم الناس فانهم صناديدا التاج خرؤوس الله ولكن غفلنا او اغفلنا نغفل اي ثمثنغ النظني يتواجدن دي السجون واثني السين حد لدرجة انه ذني وذان فرنسي الحبس يستعدون عام ذو زيان يستعدون عام يستعدون 8 شهور يستعدون 10 شهور واثني استقبل الذي جن وذي سندياري الخبر الذي جن الا من بعض الفطناء الا من بعض يعني الغيورين إلا من بعض يعني المخلصين ومقال إخلاص الحقيقي أنه جنس الإشارة ببعض التدوينات والخوث نسين لذي الجن إلى ولكن يكفي فخرا أنهم
ضحى من أجل الريف، أنه دفع عن الضريبة بدون أضواء، بدون إعلام، بدون 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 بدون. ونقار مشطاو مازال قارغ لها تاكد خاص مادام انه بنادم يزنو جات التلفازه انت دعت نسمح عند ديك الزياره المعتقل اكيد غادي يزنج النبيره غادي يزنج كل شيء محن غادي راح غير الحبس محن غادي غادي يفئر مصاريف التنقل غير غادي يفئر مصاريف التنقل محن راح غير تاوناتني غير عين عيشاني غير عين قادوس الحسي ما غتسد نسمو يمشاري في النوبي بصفه عامه يخصيش ميزان يخصيش بعدا ملي تروح دي جمهور دي سيمانه وها اثنين 15 يوم تروح دي سي ري جمهور وايت خصيش 100000 في الشهر ملي تروح بعدا خصيش 50 فرانك تنك قارو تقع ملي ودي ستيو دوال غير ترونسبور هذا الساعه ديني شام 200 دولار ايوا على ايين نسال الله عز وجل نسال الله عز وجل انت غيحسن الحق انودانا المظلومين المختطفين صراحة يتقس الحال الطاس الطاس ولكن ما بيدنا حيلة نتتا نتمنى إن شاء الله الفرج الفرج مرة المعتقلين يكثم أثناغ يتوجد عندي السجون يعني بصفة عامة وربما الحديث الطاس خل المعتقلين خل معاناة العائلة ثنسن يتجي نقار يثم ثنغ الجم ثن الجم المعتقلين الجم الرسائل الجم عند تفرنسي الحبس الهامك النظام الهامك مافيا الخدمة الموقع نوم كل جن يعني ميزي تامن هذه استمر هذه خدم هذه بين الأعين الناس جارت الطوي النص النظام المافيا الحاكمة هذه ضغط هذه حاول بكل الوسائل هذه كش منو تزمر الناس هذه حتى ينظني عودا يخزع نسيجن الرؤية نسان ديجن يعني من زيت من النثني عودا ديجا خدم عودا كذلك حتى نثني عودا في نفس الوقت هذا الجني نظني عودا تامنا كل جمي زي تامن القاسم المشترك جار المعتقد جار المختطفين ذي مارد حسب غيت نظرا هو ذي العدو أمقرا هو ذي النظام هو ذي المخزن هو ذي المافيا الحاكمة ويان مارد حسب غذاني يعني القاسم المشترك جار مرة من قارن قارن المعتقد المختطف الشكل قارن المختطف نشقار المختطف مرة نحرر المختطف غانغ العدو ذي جن يعني ما يمي وانت مونيشا ما يمي وانت قبول مجهود ما حند أنمون أنوحد الصفنا ولكن هذا سي جنا هذا الشيء اللي نش تمنا سي تقرير المصير وين ذا خبزي ميم شاكا كيس قفوس وذا سقسي مقران هذا سي جنضني قرا شنت سي وين ضيا صاري كذا كذا وين سي الحركه لا نشوز ما رقفوس كوين كل الجن مشي جبل ولكن قرسن ملث روحهم اتزار من العائلات المعاناة المعتقلين المعاناة الإنسان قبل الأرض المعاناة الإنسان إنسان يتواجد عند السجن أمشني قبل الأرض يعني ربما وإن لن نملك قليل أو ذرة الإنسانية ونتعرض ونقرب الإيمانية الإنسانية أنمول أنكفوس كفوس أنحرر المعتقل شي السجون انضغط بأي طريقة بأي طريقة لا يهم الطريقة يعني الغاية الهدف هو أتفغني يثمثنا أول ناس أبريد من النضال دزيرار أبريد من النضال دزيرار واللي بونها رواها وربما أذك شغيج من 5% دقائق يثم ما الذي نشان تساؤل ما حندذن هي المباشر ما الذي نشان تساؤل مرحبا به ما الذي نشان يجني خسادي قاعد مرحب زي يسعوذا كذلك سواء القضية هاردة أمزوار مواكي مزياني ني القضية نوذاني تتار تبرعات المستشفى السرطان وقر السرطان أمقران هو منعم شوقي الرأس المدبر نجمع التبرعات ثونيتي ذا لانتوراج النص
كذلك فيما يخص الرسائل دي تفون شي الحباس للمعتقلين بصفة عامة ذا الحراك، تلاها 4 دقائق 5 دقائق أي شن تساؤل فهو مرحب زيس من لو ورد النشاء أذ سب يعني غد أذنهي الفيديو غد كمله ما حد إن شاء الله هنخش فرصة ومرض إن شاء الله ما حد كيوم مصور لأن صراحة وارنتي في ذا من يتعيش غدا وذا بوش الأرض يعني النضال ما حد نفغ نوسد نهارا بعد تفكير يعني أسبوع قرر من قشان لايف نوان تقشانيتي لأن فعلا لايف ونتي أصبح يعني أصبح نقمة فعلا لأن أصبح يهتك فيه الأعراض فيه سب فيه قد فيه شتم ذي من هي تحاول غا تجنب تحاول وانت عيق شي في مزيق كون نهار صلاي كون نهار السلام عليكم كون نهار صلاي وعليكم السلام ورحمة الله إذا نبقى غارس نشغل نسن بنادم هادي يخدم الانسان هذه يخدم ديال الخفاء هذه يخدم هذيك المجهود الناس هذيك تجمع الناس ملا غاش الغيره حقيقيه خريف بدون مزايدات بدون تشخيص بدون الاناب بدون زعمات يا يعني اخوان فهمت فعلا حتى ما يتواجد محنداني لي يعني لي واقعيين يعني يتواجد ذاتي جروبا تقن مجهود ونتبخسبوا المجهود شنو نقرصن بانه يعني شوية التريث شوية الحكمة شوية الصبر المزيد من الوحدة يسقسي ثوما تخي مثلا غيتي لين ديم ليلة معاناة يحنجير النار غيت مثلا غيت عيش ندي السيتي الطاس غاس المعاناة ديني صراحة ربما أمشني غنش السجن المغرب أرحم سي السيتي مليلة ذيس إهانة تمقرنت يهان فيه الإنسان 5 تيمور ذي النهار والله حقيقة مرة ما حدث السنية يثم أفنغ بإنه تغيان غذيني السعد ذيني الصيرات والله العظيم إلى الصيرات القوز مغر من غشر النغمية يثم ما حدث تشب أخس 2 ساعتين ما لا ينظر أخشي ووث ما لا تفوش قف الشدة يش ما حدث شن يجو القوز مغر والله العظيم ما تشنيتها فهاد الحقيقة نسيتي مليلة وما بالكم يعني الحقيقة نيث مثلا يتواجد في السجون ربما تحيغ يثم مرة غير فران تمني غس تمني غير مرة أن قنفوس قفوس مرة غن ذي ليغ بناء ذي ليغ نقد بناء أن بنا من بنا لأن أهدم يسهل لأن ابن الملا النهار يكمل تيب النظي الحيد ربما تمرا ذايس 24 8 ساعتين تيب النذايس ذي اسمه الصور ذي ما نبري مش حال ذي خسارة سيما ذي الحوايج ولكن ما لا خسر نشع ذي تيلي الطريق غي غدا صغير هذا ما غثي ربما ذي 2 دقائق 2 وذانا تحزنا موغش ذي هدمن لأن قرر لبدأ يعني غهدم يسهل مين يقصحن هو غادي يبنى الإنسان لذا قرية ثم إلي ابن نقد بنا ذي لي التخوين ذي لي سي الدليل قاطع جدا ماشي سي سلهار دواها ذي لي بناء تخمينات الافتراضات ذي لي خمي الدليل حتى أنه غرسي للمصداق يا غلهارد النش غاسي لي عوذ كذلك أثار يعني الخائن وحتى ذي العبرة الخونة النظنية ما حدث السنين بأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل بأن كل خائن الله عز وجل كفيل ما حند أفيفضح فعلا تومة خليد مرة من تعانى النظام من تعانى ريفيا هو السياسة لا شعبية يتمارس النظام العلوي المجرم يعني غون السن بأنه يعني واللي بوش منايا ولد الصدفة يزدك الحراك وها وإنما مش السن ذي الريف النار الحبيب 58 لساعتها
لحد اللحظة مجازر ارتكبت في حق الريفيين، سي محمد المقبور، ذي الحسن الجزار السفاح، ذي ميسونيتي كذلك انقرت يعني بكل حرية، لأن ذا نتنفس شوي الهامش الحرية نقار واللي بنهرت ونقار منايوها، ولكن نهار غير أكثر محنور تأون شيء ثم تنغز عمال ماني قيان غذاني تيوها كانت هارد كتار، وإنما تغوي نغذين انتنتقى الدين انتهارد النظام الفاسد المجرم العلويين العصابة يحكم المغرب صراحة نهبت البلاد والعباد، وربما إن شاء الله الرياح نتولى قثوس الجيران نتزاير إن شاء الله، ولما لا غتعدو غير 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 الريف المغربي يكمل محد إن شاء الله هذه لي إسقاط، لأن ضروري محد هذه لي إسقاط النظام، ضروري هذه لي الوحدة جار إريفيين ديمغربيين بصفة عامة، محد هذه لي المطالبة يعني رحيل هذا النظام بالمحاصرة النص، وإن شاء الله من لا إن شاء الله الانتصار فعلا ربما وإن كان لهاردانيتا يعني اني نزايدوها، ولكن له واقع النفوس ما الذي ان شاء الله انتصار يثمثنغ ذي تزاير حقق ما ينخص ان شاء الله اسقاط النظام الجنرالات، لان بوتفليقه انت باش تسلم ذي جن الصوره وها ذي جن يمارس وها فعلا اللي غادي يجي واقع خ النفوس ان شاء الله نعرف انه ما حنا ننتصر لنشي نخ النظام الديكتاتوري، وذي اللي عاود يجي نشحنا كذلك الامه الاسلاميه مره الشعوب التواقة الحريه ذي الانعتاق. وربما اكتفي بهذا القدر، قهرت غطاس استسميح الطاس وانسخي شزيوم، ولكن نتمنى ان نكون يعني ضيف خفيف خوم، وانت لي شاح حمل ثقيل جدا، ونقرأ ما لم يتحقق بالنضال اكيد سيتحقق بمزيد من النضال، وعاش الريف ولا عاش من خانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ايوزي شنيو وتحية نضالية عالية يثما ذي الريف النغ الحبيب الجريح ذا قربة ذي من ملن إريفيين النغ نقرس عاش الريف ولا عاش من خانه، ونقار بأن الريف فوق أي كل اعتبار، وتحية شنيو مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.